نحتار معه من وين بدنا نبدأ الحديث. منحكي عن الرسم ولا عن النحت ولا عن الفسيفساء والشعر ولا عن شو بدنا نحكي مع فنان شاب يحول اللاشيء إلى تحفة فنية ما فينا ما ننبهر لما نشوفها. الجبلية في الشوف اللبناني في الجاهلية، أقبية قديمة يعود تاريخها إلى العهد العثماني، أقبية حولتها مواهب الشاب غندي أبو دياب إلى كهوف فنية مليئة بالتراث ومفعمة برائحة الماضي وأدواته. غندي أبو دياب تحول من هاوي لجمع التراث والأدوات الأثرية النادرة إلى مؤسس كهف الفنون اللي يضم إلى اليوم مئات الأدوات والآتي أعظم أكيد. سوى اليوم رح نجول على هالمكان المميز ونسمع من غندي حكاية مواهبه العديدة. الطفولة هي بلشت، والهوايات بلشت بالطفولة تقريبا بعمر 3 سنوات. وعيت على الطبيعة وعلى الجماليات، الأشياء اللي مشكلتها الطبيعة تشكيل فني كالأحجار والجذوع والجذور. وشوي شوي بتعرف نحن مرقنا يمكن بفترة الطفولة بالأحداث اللبنانية بال 78 وسنوات الثمانينات، ويمكن أول انطلاقة بالرسم كنا نرسم مشاهد عم نعيشها، الحرب والدبابة والاجتياحات وغيره، ولكن هذه كانت الطفولة. بلشت من هون، يعني بلشت طبعا بهالواقع الأليم. شوي تاني بس الأحوال صارت تزبط، انتقلنا من جو الحرب إلى جو السلم، وبلشت طبعا جسد سنة 90 شيء اسمه كهف الفنون. هالأقبية الثلاثية اللي عمرها 400 سنة، هي بيعود تاريخ بنائها للعهد العثماني، ويقال إنه هالأقبية هي ثلاثة من أصل، يعني مجموعة أقبية بقرية الجهلية كان بيملكها أحد رجال الأقطاع في الضيعة اللي هو من عائلتي طبعا، وكانت تستعمل كخانات لعقد الخلوات والاجتماعات، ويقال أنه بعض منها كان يستعمل كإسطبلات للخيول في الحقب الماضي. بسنة 90 طبعا نحن بلشت وبدعم وبمساعدة مطلقة من الأهل، بعد ما ورثنا عن الأجداد هالمكان هيدا بلشنا بترميمه هالكهف والمحافظة عليه ليبقى محافظ على الجو اللي بيرجعنا للماضي، من خلال وضع الأجرار والمواقد والبسط والقناديل المعلقة، إضافة إلى المحادل والخوابة والمناشير لقص الحطب أنذاك، وبعض القطع والأدوات الفلاحية القروية يلي كانوا يستعملوها أهل الضيعة بحياتهم اليومية. شو سر تعلق غندي بالجذور والتراث؟ وليش هالشغف إلى الماضي والتمسك بالقديم؟ رغم أنه عمله الأساسي كمزين نسائي بيحتم عليه التواجد بالمدينة. بصراحة مثل ما قلت، أنا بالنتيجة ابن بيئة، بيئة جبلية قروية بعدها محافظة على الطابع التراثي نوعا ما، ولكن يمكن كمان بحكم شغلي بالمدينة، شغلي اليومي
اللي أنا كمان مزين للسيدات، فزاد تعلقي أكثر وصار في شوق وحنين للعودة إلى الجذور والتراث القروي. لكن يمكن أنا مقسم وقتي، يعني بفترة النهار بمارس فقلت شغلي بالمدينة، وقت الفراغ بعمل قراءات ومطالعة وكتابة الشعر، وبعمل كتير جولات أنا بالطبيعة وبراقب حتى الفلاحين القرويين يلي عم يشتغلوا يلي متمسكين وعندهم إصرار على ملاصقة التربة. فعندي حب وعشق لهالمسألة هيدي، لهالصورة هيدي التراثية الجمالية. فحاولت من خلال هالأجواء هيدي ومن خلال معايشتي الأسبوعية أو اليومية لهالناس هيدي كرمهم يمكن برسم مشاهد بتجسد حياتهم ووضعها بكهف الفنون إلى جانب لوحات المزيك والمنحوتات اللي قلنا عنها الشمعية والخشبية والحجرية لتعطي صورة كافية أو واضحة لكل باحث أو ناشط أو طالب أو إعلامي عم يبحث عن التراث اللبناني الأصلي. غندي الرسام والشاعر والنحات كان له محطات عديدة مع دراسة الفنون. طبعا أنا كنت أخذ جوائز بالرسم بطفولتي، وكنت أخذ حتى بالركض والقفز والسباحة. وبتعرفي يعني ابن ضيعة كنا ننطر الصيف لتخلص المدرسة لنمارس هوايات القفز من فوق الشلالات الحلوة بمنطقة الجاهلية، وكنا نتبارى حتى، ويمكن كنت هيك حقق بعض القفزات الخطرة، بالإضافة لممارسات الرياضة اليوغا وفترة هيك الشباب الأكثر إذا بدك المراهقة، يعني مارسنا شوية كاراتيه، بعدين استكملت الهندسة المعمارية، عملت تقريبا شي سنة منها، ومتى بعد ما كملت الدراسة الجامعية لسبب تعرفي كان في أحداث سنة 90 اتجهنا للمدينة، وكنت يعني انصرف لتطوير الذات خلال يمكن دورات اللغات، ومن خلال طبعا مارست هواياتي ونشاطاتي الرسم والتراث، وكنت اخذ حصص بالرسم الزيتي مع استاذ عراقي تلميذ للفنان الكبير فائق حسن، بالإضافة لزياراتي المتكررة للمعارض والمتاحف والندوات واللقاءات والأمسيات الثقافية والشعرية، وطبعا الاختلاط الحلو يلي كان بكبار الموسيقيين. وما تنسي أنا كمان انتسبت لنقابة الفنانين المحترفين بلبنان، وبعد منها كمان كنت عامل أنا فيلم وثائقي بيحكي عن ابن المدينة في ابن القرية في المدينة وكيف تطلعاته، مثل ما قلت كيف الحنين والشوق إلى الماضي والجذور. لكن عملت شبه إنجاز إذا بدك أو إنجاز متواضع، هذا الشيء استحق تقدير وأعجاب من الكلية الدولية ببريطانيا، ويمكن هني كمان شافوا أنه لازم أكرم بأونر ديبلوم بالفن، وكمان أخذت منحة لاستكمال الدراسة الفنية بهالجامعة عن طريق المراسلة. والشيء الثاني كمان يلي حصلت عليه هو إجاني عضوية فخرية تكريما من نقابة الصحفيين العرب الأمريكيين مدة 10 سنوات، يعني 2006-2016،
وهيدي حسب ما هن بيقولوا قليلة تمنح لأي إنسان عايش خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة طبعا وأنا ما بنسى أني بنتمي كمان لمنتدى الكلمة يلي أسس من مؤسسين وهو اللي هو أسس وراعي الأستاذ شادي مسعد. وكان إلي مثل ما قلت كمان هيك تعلمت النحت على الشمع مع فنان كبير كمان كان أخذ جائزة عالمية نحت عاطف الأسعد الصديق طبعا. ومثل ما قلت يعني هو التطور الذاتي أو الجنوح إلى هالمسائل الفنية والثقافية المستمر هو بيخلي الإنسان أوقات يقع تحت مسؤولية، وخاصة إذا كان هناك أصدقاء بيقدروا وبيدعموا الفن مثل ما قلت أمثال بعض الشعراء الكبار أمثال مصطفى سبيتي وغيرهم يلي أوقات إذا حكوا بكهف الفنون القصيدة بيخلوني أني حقيقة يعني جرب ما أغلط كتير بأي عمل فني أو ثقافي. وطبعا هذا الشيء يلي خلاني أتمسك أكتر بالجذور والبيئة والفن والتراث. جانب كهف الفنون بدأ غاندي أبو دياب يتوسع بحديقة جميلة لا تقل أهمية عما داخل الكهف. بالنسبة لحديقة كهف الفنون كل هالطاولات الحجر والصخور والجذوع هي مشكلتها إيد الطبيعة، ولكن بدوري أنا كمهتم بالشأن البيئي والتراثي حاولت أني أحافظ عليها وأضيف عليها بعض اللمسات الطفيفة والهيك التقنية البسيطة لإظهارها لإظهارها بشكل وأنه حافظ عليها، يعني تبين كجمل، تبين في إشياء تبين وكأنها طائر، فواضحة هي قدامكم. وبعدين يمكن سائبة هالصخرة الكبيرة اللي شايفينها هي الجسم تبعها، جسم هالجمل هو كان من منطقة الجاهلية و